السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض إن أنت لقيت مقالة بلغة غير اللغة اللي أنت بتعرفها، غير العربي والإنجليزي مثلا، فأنت محتاج حاجة تترجمها لك، فإحنا هنستعين بالوورد العادي. هنسخ الكلام هوت وهروح للوورد وأقول له إن أنا عايز ملف جديد، وهحط الكلام هوت كنترول بيست، وهروح للريفيو واقول له ان انا عايز اترجم. تمام، ففي سيليكشن، لو انا عامل سيليكت على جزء معين بالشكل دوت، اجي اقدر اقول له هنا ايه ترجم، او اقول له ترجم لي الوثيقه كلها. فهو اول حاجه بيعرفها انا فين واروح فين، يعني ايه اللغه دي اللي انا هعملها. وقال لي اوتو ديتكت للغه ايه، هقول له انا عايزها العربي. تمام، ممكن اقول له اولوز ترانزليت تو ذس لانجوج، يعني خلي ده الاختيار الافتراضي، هترجم من اللغه دي للغه دي. طيب هو يبدا يتعرف على اللغه الفارسيه ويبدا ان هو يترجم لي الكلام. تمام، كل اللي عليا بس ايه، ان انا اغير اتجاه الكتابه، هتلاقي ان هو فعلا ترجم لي ترجمه صحيحه، بس لازم طبعا اقراها وارجعها واتاكد ان مفيش فيها اي اخطاء.